فريقنا استأنف تدريباته النهارده بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين في الجوله الثانيه من بطوله الدوري. كارتيرون رفض يدي اللعيبه اي راحه بعد الفوز في مباراه امبارح. الفريق النهارده التمرين بتاعه كان الساعه 4 العصر، واللعيبه مركزه بشكل كبير جدا في لقاء القمه. اما بقى عن اللعيبه الاساسيه اللي شاركت امبارح في مباراه الجيش، عملت تمرين خفيف كده، شهدت بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة خوفا من تعرض أي لاعب فيهم للإجهاد. اللعيبة البدلاء المستبعدين خاضوا مران بدني قوي تحت إشراف المدرب، وطبعا عارفين دي من الأساسيات عند كارتيرون، فكرة يعلي الحاجة البدنية أو الجانب البدني للاعبين المستبعدين أو البدلاء، ويبدأ يعمل استشفاء بشكل جيد جدا للعيبة الأساسية. لسه مكملين مع باتريس كارتيرون، وبدأ بشكل بقى مهم جدا كده في دراسة النادي الأهلي قبل مباراة القمة يوم الجمعة اللي جاية في الجولة الثالثة من بطولة الدوري. كارتيرون بدأ في مشاهدة مباريات الأهلي الأربعة الأخيرة تحديدا، طبعا هو عارف الأهلي كويس جدا، لاعب الأهلي أكتر من مرة قبل كده وعارف تفاصيل لعبهم، لكن بدأ يتفرج على آخر أربع مباريات بشكل أقوى، أول لقائين للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا وكمان لقائين اللي فاتوا في الدوري المصري عشان يقف على النقاط القوة والضعف للمنافس. لسه مكملين أخبارنا مع مستر كارتيرون اللي ركز على كل الأخطاء اللي حصلت في مباراة إنبي وكمان مباراة طلائع الجيش عشان يعالجها قبل لقاء النادي الأهلي يوم الجمعة. كارتيرون هيعمل أكتر من جلسة فردية مع اللاعبين وكمان جلسات جماعية مع الخطوط بشكل عام عشان يناقش مع اللعيبة الأخطاء اللي حصلت في المباراتين اللي فاتوا وعدم تكرارهم في اللقاءات القادمة إن شاء الله، مش بس لقاء القمة.